بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نبتدئ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك ثم ننتقل لاتصالاتكم. عم يسأل، عم يقول: حلي المرأة من الذهب الذي تلبسه وتتزين به، هل عليه زكاة؟ لأني قرأت كثيرا ورأي الجمهور والأغلبية يقول إنه ليس عليه زكاة مهما بلغ، طالما أنه للزينة وليس للتجارة. والبعض يقول أنه تجب فيه الزكاة على المذهب الحنفي، وأحدهم قال لي أنه تدفع الزكاة عن الحلي مرة بالعمر، فما هو الجواب الصحيح وشكرا. هلأ، ما في مذهب بيقول أنه الذهب اللي هو الحلي ما بتدفع الزكاة، الكل متفقون على أن المرأة تدفع الزكاة عن حليها. لكن الشافعية بيقولوا أنه إذا كان للزينة، وهذا كلمة للزينة بده تقييد، يعني في مرأة بتحط ذهب أو بتلبس ذهب مو للزينة، كل من تتزين بالذهب هي للزينة. بيقولوا الشافعية قيد لهذا الموضوع إذا كانت الزينة يعني أكثر من عادة أمثالها، وهذا الأمر ما بينضبط. المذهب الحنفي بيقول إنه الذهب بيطلع عليه بالمطلق سواء كان للزينة أو لغير الزينة، وأنا أختار هذا المذهب للفتوى. إذا ممكن دعاء لعدم رؤية الكوابيس وجزاكم الله خيرا. هلا الكوابيس بدها رقية شرعية، الرقية الشرعية أنا ذكرت أني على صفحتي حاطط أيقونة خاصة بالرقية الشرعية، أي حدا حابب يقرأ هذه الأدعية مشان تروح عنه الكوابيس، تروح عنه يعني هذه الأمراض الروحية التي لا يجد لها علاج، صفحتي الرسمية فيها هذا الدعاء. في أوروبا يعمل بعض الأشخاص بموجب عقود نظامية ويتم دفع الضرائب عن الراتب، ولكن أحيانا يكون هناك اتفاق بين العامل ورب العمل على أيام عمل إضافية تدفع من غير علم مصلحة الضرائب، هل هذا جائز؟ يعني اللي دخل لأوروبا دخل بعقد، يعني وقع معهم عقد أنه بده يلتزم بقوانينهم، والتزام بالقوانين يعني أنه هي الطريقة أنه تعمل أنت عقد بينك وبين صاحب العمل بدون علم مصلحة الضرائب، هذا يعتبر مخالفة قانونية ولا يجوز أن تفعل ذلك، لأنه بده يطلع عليك سمعة، هالسمعة ستنعكس على كل أبناء جنسك، أنه شوفوا مثلا العرب مخربين، شوفوا المسلمين غير ملتزمين. لا، نحن ما بنعمل هالعمل، بنلتزم بالقوانين والأنظمة النافذة في أي بلد نكون فيها. عندي ابن شهيد وعنده أولاد، يجوز أن أعطيهم الفطرة والزكاة؟ هلا اذا كان الجد اللي عم يسال يعني ابوه لا بيكون جدهم ابو ابوهم، لا ما بيجوز. اذا ستهم ام ابوهم بيجوز، يعني الجده يجوز ان تعطي احفادها الزكاه، اما الجد لا يجوز، لانه يجب عليه ان ينفق عليهم. انا متزوجه من 32 سنه ومن 4 سنين عشق وحده وتركنا. أنا مالي مطلقة، أنا عندي 3 أولاد وهو ما بيصرف علي، ومقطوع العلاقة بيننا. سؤالي إذا مات بينفرض علي عدة؟ طبعا، لأنه أنت اسمك زوجة ما اسمك مطلقة، بصير عليك عدة وكمان ترثين منه إذا مات هو، فهي بهي، إذن بتلتزمي بأحكام العدة. سؤال تاني، أنا مريضة سكر، أولادي يا دوب يصرفوا على الآجار وعيالهم، ما في نصوم بموجب كلام الدكتور، بحق علي الكفارة وما عندي وارد، يعني شو الحل؟ الحل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت ما فيك تصومي وما فيك تدفعي، شو بتعملي؟ ما بتعملي شيء، تنتظرين حتى يكرمك الله بالمال فتدفعين، ما صار هذا الإكرام، ما صار هذا العطاء، ما كلفك الله بما لا تطيقين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود لاتصالاتكم، فابقوا معنا. يا من له عنت الوجوه بذلة، يا عالما بسريرتي وبنيتي، يا رب
يا من له عنت الوجوه بذلة، يا عالما بسريرتي وشارحا للصدر، بدل همنا يا رب، بدل همنا بمزيد. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. تفضلي. أول سؤال، بجوز الواحد يتدين ويدفع زكاة فطرة؟ هلا ليش يتدين؟ ما معه مصاري هو؟ لا. خلص، الله ما كلفه على المذهب الحنفي، ما بيتدين ولا بيدفع. السؤال الثاني. ماشي، السؤال الثاني. ستي مريضة سكر وبتاخد أنسولين. نعم. بجوز فطرتها تعطيها لأولادها؟ ستك بتعطي الفطرة لأولادها، الجدة يعني بتعطي، الأم بتعطي أولادها، هيك السؤال بجوز. السؤال الثالث، تفضلي. أختي معاقة. نعم، الله يعافيها يا رب. معاقة عقليا. نعم. بجوز تصوم؟ يعني معاقة عقليا، ما في تركيز، ما في عقل، ما اذا ولد صغير شافته بالحاره بتقعد بتلعبه عادي؟ لا، بقصد يعني ما في تفكير، ما في عقل، ما في ادراك. لا لا لا، خلص، هي سقط عنا الصيام، سقط عنا الصيام، والاحكام من شروط اجراء الاحكام الشرعيه على الانسان من صلاه وصوم وحج وكذا انه يكون عاقل، انه يكون عاقل. ناخذ اتصال. له ألو. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي أنا عندي كم سؤال بدي أسألك يا بعد إذنك. تفضلي. هلا أنا أختي جوزها موجود بتركيا، يعني متغرب عنا. نعم. وصارت مشكلة بيناتهم، عم رمى عليها يمين الطلاق بس كتابة على الواتس. نعم. هلا بيقع عليها الطلاق ولا لا؟ بيقع، الأزال أنا اللي كتبت بيقع. إيه، لا هو كتبه كتابة ما لفظ لفظ. مفهوم، الكتابة مثل اللفظ، بيقع. إيه، طب هلا شو هي، في إلى فدية مثلا أو فتوى مثلا؟ في طلقات غيرها؟ يرد لإله ولا لا؟ في مطلقة مرتين قبل هالمرة. وكل مرة بلفظ أنت طالق؟ بيلفظها، ايه لفظها مرتين، ايه والله انه انت طالع، بس هالمرة اللي كانت الاخيرة كتب كتابة على الواتساب. والله بعلم الله ما في رجعة، نعم. في سؤال غيره؟ بس هلا في في سؤال هلا، مشان فطرة اختي هي اللي عم اقول لك عليها انه مطلقة، بيجوز عليها انه تدفع لانه هي ما الى معين يعني، وعندها ثلاث اطفال. هلا اذا ما لها معين وعندها ثلاث اطفال وما معها، على المذهب الحنفي لا تجب عليها زكاة الفطر. ناخذ اتصال. الو. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي انا بدي اسألك سؤال. اهلا وسهلا، تفضلوا. لا شيخي انا بكون عم ساعد ماما، وانا عم بصطف شيخي بنتها وبشرب مي. منيح، الله يهنيكي. انا بفطر ولا لا؟ لا، اذا نسيان ما بتفطري، لانه في حديث بيقول انما اطعمه الله وسقاه، يعني هالشربة جايتك من الله هدية. ناخذ اتصال. الو. الو، مرحبا شيخنا. اهلا وسهلا ومرحبا. شيخنا الله يوفق، بدي اسألك، انا بنتي بالمانيا وبدي ادفع لها الفطرة. نعم. ندفع الفطرة باللي هنيك على حسب ألمانيا ولا حسب الشام؟ التقدير بألمانيا والدفع هون، يعني بتعتبري 7 يورو قديش قيمتهم بالسوري بتدفعيهم هون.
بدي ادفعهم هون بالشام. طب هلا يعني بالمانيا هن ما بيعرفوا قديش. 7 يورو مقدرينهم 7 يورو على الشخص. طيب سؤال ثاني الله يوفقك. انا بكون عم بقرا قران شيخنا بقوم بيطلع عندي انه لازم اسجد. طيب هلا بكون انا مثلا قاعده يعني ما خرج ما اني مثلا مضغطيه بس ما خرج اني اسجد. قالوا لي انه قولي 4 سبحان الله والحمد لله والله لا الله اكبر 4 مرات بيمشي الحال. عند الشافعيه بيمشي، عند الحنفيه السجود واجب ما بيمشي الحال الا بالسجود. الشافعية قالوا إذا قال واحد 3 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنه يجزئ عن سجود التلاوي. ناخذ اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي لو سمحت هلأ بدي أسأل سؤال. أنا عن يمين طلاق، جوز بنتي كان عم يلعب شدة مع رفقاته وحلف يمين طلاق أنه ما عاد يلعب معه، وراح فتى اليمين عند شيخ ورجع لعب معهم، بقى هذا اليمين وقع عليها؟ خلص بدنا نشوف الشيخ شو قال له شو فتى له، يعني بدنا نفهم شو الفتوى لنحكي. فطالما فتى له يا خلص معناتها يعني ما وقع، لكن بذمة من افتى له. ناخذ اتصال. تفضلي. هلا اختي ما محت زكي عن يعني زكاة الفطر. نعم. واجاها مصاري هلا برمضان. طيب. تدفع؟ هلا عند الحنفي ما بتدفع، عند الشافعي بتدفع. الشافعي فقير غني كله بده يدفع زكاة الفطر. ناخذ اتصال. الو. 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 اهلا وسهلا. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير. انتو بخير يا اهلا وسهلا. شيخي هلا الختمة بتجوز عن كم شخص؟ الختمة؟ ايه يعني بجوز لكم شخص يوهبوها لكم شخص ولا كم واحد يقرأها؟ لا انه انا بدي اعمل ختمة، انه انا بدي اعملها يعني عن 3، يعني لازم انا اعمل 3 ختم؟ لا بصير واحدة وتهديها لـ3 وبصير 3 ختم احسن، في حسن وفي احسن، هذا بيصير وهذا بيصير، انه الاحسن 3 ختم. ختمة واحدة بتوصل لـ3 بتوصل إن شاء الله. ناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساك، عامك بخير. أنت بخير يا أهلا وسهلا. الله يخليك دكتور. أنا مبصوم مريض، مريض قلبيا يعني. نعم. وباخذ أدوية بقى مشان تبع الصيام. تدفعوا زكاة ولا؟ يعني انت ما فيك تصوم تتحول لصدقة فطر. اي الصدقة للصدقة الصيام عن كل يوم 1500 ليرة سورية. ناخذ اتصال. الو. 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 اهلا وسهلا ومرحبا. يعطيك العافيه شيخي. الله يعافيك يا اهلا وسهلا. عندي سؤال. اخي مسافر على فنلندا، الصيام عنده 23 ساعه تقريبا او 22 ساعه ونص، اياما ما بيقدر يصوم. فيه يصوم على اقرب دوله اسلاميه؟ وشو هي الدوله؟ هلا ما عرف شو هي الدوله الاسلاميه. هلا في فتوى صدرت انه مثل دول الدول مثلا الليل عندهم 2 ساعة أحيانا فقط و22 ساعة كله نهار، فكيف بده يصوم؟ البعض قال بيقدر على مكة المكرمة كم ساعة صيام فيها، 15 ساعة بيقدرهم من صلاة الفجر وبيصومون وبيفطر. طبعا الرأي المقابل له انه ربنا عم يقول وأتم الصيام إلى الليل، وهلأ في ليل فما بيجوز ناخد بها القول. ما العمل إذن؟ نبتدئ صائمين، نبتدئ صائمين ثم نتمم. وقت اللي بنصل لمرحلة يعني بنتعب ما فينا نكمل الصيام بنفطر وبنقضي بعد رمضان، وهذا ما اختاره للفتوى. ناخذ اتصال. الو. 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 اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
مرحبا شيخنا. يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا. شيخنا نحن انا 13 عندي شهاده هلا، بس بدنا كم دعوه من دعواتك. الله يوفقك. الله يفتح عليكم، الله ينجحكم، الله هيك يسهلها عليكم. وكل طالب بيدرس يكثر من الدعاء: اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت فرده علي حين الطلب. إن شاء الله الله بيفتح عليكم جميعا وبنشوفكم بأعلى المراتب. ناخذ اتصال. ألو 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 أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بدي أسألك عن حادث سير صار معي، وتوفى بالحادث، دعست الزلمة وتوفى، وتوقفت وطلعت من السجن ودفعت لهم فدية لأهله. هلأ أنا بدي صوم شهرين والله، وأنا مريض ما بحسن صوم يعني. هلأ بدك تصوم شهرين، ما فيك تصومهم، بتدفع كفارة. ودافع دية لأنه ما دخل الدية، ما دخل الدية، الدية فدية مسلمة إلى أهله. أما في شيء اسمه حق الله، يعني شلون بيقولوا حق شخصي وحق عام. هلا بيجي واحد مثلا مثل هي الفدية أو هي اللي بنسميها الدية، نحن مو فدية، الدية اللي أعطيتها لأهله هي حق شخصي. هلا في الحق العام اللي هو حق الله، إنه هي نفس أزهقت، نفس أزهقت على يدك بالخطأ، أكيد بالخطأ وما لك قاصد، فتعدينا على هالروح يوجب صيام 60 يوم متتابعات. إذا أفطرنا بيوم بدنا نعيد 60. ما لك قادر تصوم مريض، في كفارة عن كل يوم 1500 ليرة سورية. ناخذ اتصال. ألو 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 أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا في عندي سؤال بس بدي أسألك يا تفضل عليه. شيخنا هلا أنا من كم يوم نمت علي غسل وفقت بعد صلاة الظهر. بس أنت هالنومة كانت قبل صلاة الفجر. ايه قبل صلاة الفجر نمت وفات بعد صلاة الفجر. وانت بحالة جنابة. ايه بتغتسل وصيامك صحيح وما في شيء. ناخذ اتصال. الو يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا. اذا سمحت بدي اسألك، انا مبارح سمعت صوت الاذان فكرته امساك، وشربت مي يعني انا مفكرته انه امساك، بعدين أدن موبايلي أنا عرفت أنه أدن. تمام، يعني أنت شربتي عمليا بعد أذان الفجر. أي تمام. تقضي يوم محله وهذا لا إثم فيه إن شاء الله. ناخذ اتصال. ألو ألو يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. كيفك شيخي؟ ميت أهلا وسهلا ومرحبا. أنا بدي أسألك سؤال شيخي. تفضلي. أنا بدي أسألك عن سنة العصر، في منهم عم يقولوا لي إنه سنة العصر في قبلية وفي بعدية، وفي سنة العصر إنه قبلية بس ما في بعدية، أنا محتارة بهالأمر. هلا ما في سنة للعصر إلا قبلية، 4 ركعات سنة قبلية غير مؤكدة لصلاة العصر، هذه هي سنته فقط. ناخذ اتصال. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك دكتور؟ الحمد لله، يا اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه شيخنا. الله يبارك فيكم. في عندي سؤالين بالله اذا سمحت. تفضل. ايه في سؤال، اول واحد انه انا مرضان وبدي ادفع. طيب. عرفت علي شلون؟ نعم. وانت عم تقول انه 1500، انا هلا سمعت برنامجك وقبل شوي قلت انه 1500 للشخص اللي مرضان وما بيحسن، انا بغسل كلاوي. الله يعافينا ويعافي جميع. امين محمد. امين امين. ايه انت ايه قلت 1500، انا والله ما بقدرتي ادفع 1500،
يا شيخ. نعم. هلا انت فيك تصوم بعدين ولا حالة المرض مستمرة؟ لا مستمرة، انا معي، انا بغسل كلاوي. الله يشفيك ويعافيك يا رب. فانت لا قادر تصوم ولا معك تدفع، شو بتعمل؟ ولا شيء، خلص ليس على المريض حرج. الله سبحانه وتعالى قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأنت الآن إنسان معسر، لا يطلب منك الدفع لأنك لا تملك هذا الدفع ولا تستطيع الصيام. إن شاء الله الله بيوسع عليك وبتدفع. نأخذ اتصال. ألو، يعطيك العافية شيخي. الله يعافيك، أهلا وسهلا. ألو شيخي، هلا فيني انا وعم يأذن الفجر اشرب مي؟ يعني قبل ما يأذن ولا بعد ما يأذن؟ لا هو عم يأذن. لا ما فيك، هو عم يأذن بتفطر. ناخذ اتصال. الو 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 الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخي؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. شيخي بدي أسألك، هلأ أنا ما فيني صوم برمضان، بس أنه ممكن يعني بس يصير الوقت بالشتوية أنه يأذن 4:30 أنه فيني أرجع أنه صومهم يعني. هلأ بس قالوا لي أنه إذا بدك تصوميهم لو عدتيهم بعد رمضان أنه بدك تدفعي كفارة، مزبوط هذا الكلام؟ أنت ليش ما فيك تصومي؟ أنا هلأ ما فيني لأنه مريضة معدة، فإذا طولت كتير يعني وقت طويل بلا أكل فبدوخ وبينزل ضغطي وبتعب. أجر وعافية. هلأ بجوز تفطري إذا الطبيب قال لك أنه لا تستطيعين الصيام، وبتقضي بعد رمضان بالشتاء مثل ما قلتي، ولا يجب عليك أن تدفعي الكفارة. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. ربي ربي قد عظم ذنبي، ربي ربي قد عظم ذنبي، اغفر وارحم بذكرك قسوة قلبي، اغفر وارحم بذكرك قسوة قلبي. ربا فاجعل في الليل لذكرك يتجافى جنبي، فاجعل في الليل لذكرك يتجافى جنبي. بالأمس بالأمس قد كنا مذنبين، بالأمس بالأمس قد كنا مذنبين والآن. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو ألو، السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا بس بدي أسألك، والله أنا في أنا متزوجة من شي 13 سنة. نعم. أنا متزوجة واحد أصغر مني بعشر سنين تقريبا. هلأ بعد 13 سنة صار عم يصير فيه كتير مشاكل، وإنه بده ينفصل وإلى آخره. هلأ شرعا في إذا ما في غير هالسبب يحق له يتزوج
مع العلم انه هو ما راح يقدر يجمع بين الاثنين، قال الطلاق افضل من انه اصعب من انه هذا يجمع بين اثنين. ليش ما بيقدر يجمع؟ ما بده يظلمني قال. هلا اول شيء ابغض الحلال الى الله الطلاق، هذا الطلاق يعني شيء يبغضه الله ولا يحبه. هلا شرعا بحق له يجمع بين الزوجتين اذا كان يستطيع العدل وعنده الكفاءة المالية اللي بتغطي مصاريف التنتين، فيحق له الجمع. وانه هذا سبب الكبار ما هو سبب لا للطلاق ولا هو سبب للزواج. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة خديجة وكانت أكبر منه سنًا، وما تزوج إلا بعد وفاتها، يعني هي إنه جمع بين الزوج كله بعد وفاة السيدة خديجة. وطبعًا سبب زواج النبي عليه الصلاة والسلام كان له سبب اللي هو أحيانًا يتألف فيه القبائل، يعني كان له هيك أسباب سياسية مثل ما بيقولوا. ناخذ اتصال. ألو 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 أهلا وسهلا. ألو أهلا وسهلا. أهلا شيخي، في عندي سؤال بدي أسألك يا تفضلي. بنتي بنتي خطبها ابن عمها من شي 3 أشهر، هو برات البلد وما تفاهمت هي وياه. أنا وقت بعثوا لي المصاري ما اشتريت فيهم ذهب لأنه كان الذهب غالي، خليتهم مثل ما هنن، هنن بعثوا لي اياهم يعني دولار، بس انا حولتهم سوري وخليتهم سوري وبس اشتريت لك خاتم خطبه. هلا اذا بنتي فرضا بدنا نحن نرجع للذهب لانه بنتي هي اللي ما تفاهمت هي وياه ما تقبلته يعني بالمجا. نعم يعني انا كيف بدي ارجع لهم اياه سوري؟ ما بعرف يعني انا ما معي اصلا مو استطاعتي رجعهم على يعني مثل ما هنن بعثوا لي اياهم. هلا اول شيء يعني انا حولتهم سوري خلاص معي سوري. هلا اول شيء اذا بدك تجي الحكم الشرعي بدك ترجعي له بقيمته ذهب، هو بعته ليشتري ذهب مثلا كانوا بيجيبوا 10 جرامات 20 جرام مثال. هلا قديش حق ال 20 جرام بترجعي له؟ هلا انت ما اشتريتي الذهب وصار في تضخم والقوه الشرائيه قلت للعمله، يعني ما عاد تجيبوا ما كان يستطيع ان ياتي به من قبل، شو الحل؟ الحل المصالحه، انه والله انا ما صرفته لسوري وما اشتريت وقلت بيرخص وانا مالي قادر اديه، شوي من عنا شوي من عنكم بنسدد وبنقارب وبتدفعي. هذا هو الحل تبع المصالحه. اذا بدنا الحل الشرعي 100% بنقول لك قيمته من الذهب بدك ترجعي. ناخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. اهلا سمحت بدي احكي مع الشيخ؟ تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين دكتور. ميت هلا تفضلي. سمحت دكتور بدي أسأل، أنا موظفة وزوجي موظف، هو عم يدفع الكفارة بتقطع أنا عن حالي ولا هو بيدفع عنا نحن؟ بتوكلوا بيدفع عنكم. ناخذ اتصال. ألو الو 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 اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا ومرحبا تفضلي. مرحبا شيخنا. الحمد لله اهلا وسهلا. الو شيخنا بدي اسالك سؤالين. تفضلي. ابني حلف على مرته طلاق وهي ثالث طلقه. نعم. شو فديتها هي؟ شو قال له باللفظ؟ قال له أول قال له إنه أنت طالق إذا بتحكي مع فلان، حرم عليها تحكي مع شخص هن إخواته البنات وهي مضطرة تحكي معهم. فحكيت. الطلقة الثالثة. حكيت ولا لسه؟ لا ما حكيت. خلص لا تحكي. بيهدي اليمين. هلا لا تحكي وما بدنا ندور على هو هلا هو بده يهدي اليمين. شو فدي؟ والله عند مذهب الجماهير كلهم انه اذا حكيت بده يقع الطلاق. في قول عند الحنابله انه هذا الطلاق المعلق هو كفاره يمين بالطعم 10 مساكين. ناخذ اتصال. الو الو السلام
الو الو مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا. شيخي بس بدي اسالك، عندي عند امي اساور ب 270 جرام منه. قديش؟ بس هني موزعين يعني هلا على حياه عينهم 270 جرام. طيب. وموزعيتها هي انه يعني هي مقسميتها لنا انه كل وحده تاخذ يعني عدد معين يعني. ومن هلا هي موزعيتها بس خليتهم معها. تدفع عليها صدقه ولا لا؟ هلا هن موجودين معها؟ هن خليتهم معها بس انه هي مقسميتها اياها انه مش فهمت عليك يعني هي الان هي الان على قيد الحياه والاساور معها. ايوه. وعم تقول بس موت بعد عمر طويل هي سوارة لفلانة وهي سوارة لفلانة وهكذا بيطلع عليهم زكاة هدول بيطلع عليهم زكاة. أيوة. وفي كمان في عندها كمان كم جرام خليتهم بس للفجة لها كمان بتدفع عليهم؟ طبعا بدها تجمع كل الجرامات الموجودة معها سواء اللي قايمتهم للحجة. أيوة. سواء اللي قاعدة توزحهم جمعا يكون قديش بيطلع المبلغ بتطالع عنه زكاة لأنه الذهب هو نامي بنفسه. تفضلي. طب إذا وزعتهم مثلا أنه هلأ مثلا عطتنا إياها كل وحدة قديش إلها وأخلتها من مسؤوليتها ما بتدفع مو هيك؟ ما فهمت السؤال عيدي. يعني هلأ إذا هي اللي عطتنا إياهم هلأ مثلا حياة عينها عطتنا إياهم هلأ إذا وزعت لكم إياهم إذا وزعت لكم إياهم كل واحد أخذ حصته من الذهب الموجود وكان أقل من 80 جرام وهي البنت اللي أخذت كمان ما معها ذهب يعني فرضا هلأ بنت معها بخمسين جرام وأخذت من أمها 50 جرام صاروا 8 صاروا 100 بيطلع عليهم. أما هي ما معها ذهب وأخذت من أمها سوارة بتطلع 40 جرام مثلا يعني ما بيطلع عليهم زكاة. ناخذ اتصال. ألو الو مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا. يعطيك العافية. ميت اهلين وسهلين. تفضلي. انا اسمي جودي. انعم واكرم. بدي اسألك عن مشان الصلاة. ايه تفضلي. الله يتفضلك يا رب. هلا الواحد اذا بده يصلي ركعتين قيام الليل امتى بده يصليهم؟ هلا هي صلاة التراويح اسمها صلاة القيام معك من بعد صلاة العشاء للفجر أي إذا ما نمتي وإذا نمتي وفقتي بصير اسمه تهجد قيام من الليل. بناخذ اتصال. ألو 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 أهلا وسهلا. الله يسلمك. كيف دكتور؟ أهلا وسهلا. تفضلي. أهلا وسهلا. تفضلي. بدي اسالك سؤال. انا بس بدي اسالك كان جوزي حلف يمي ما يدخل عن بيت اهلي. نعم. ودخل. نعم. بعد فتره دخل بس هو حلف بنفس النهار انه ما كان بده يدخل بعد فتره دخل يوقع عليه اليمين. هو شو اللفظ اللي قاله؟ انه علي الحرام ما بدي ادخل. قال علي الحرام ولا الحلال؟ علي الحرام ولا الحلال؟ لا الحرام. الحرام. هو شو قصده؟ قصده طلاق؟ لا ما قصده طلاق. إيه خلص يعاقبني. إذا ما قصده طلاق هو كفارة يمين إطعام 10 مساكين وما بيقع. ناخذ اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك ألف عافية دكتور. الله يعافيك يا لو سهلة. بدي أسأل دكتور مشان الذبح إنه يذبح الواحد ذبيحة خاروف بنية انه مثلا شفاء من مرض مزمن رفع بلاء نوايا متعددة لشخص واحد. نعم. هل شيء بيجوز يعني اذا كان اللحم بنية صدقة؟ بيجوز. وطبعا يعني اراقة الدم في الى سر لانه ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا اسماعيل وفديناه بذبح عظيم. يعني الذبح اللي هو الخروف كأنه راس براس هالراس هدي نابي هالراس هذا ففي له أسرار يعني وإطعام الطعام بالذات كمان في سر وفي بركة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة المنورة لما دخلها بالهجرة يعني أول كلمة قالها أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. فأول كلمة قال أطعموا الطعام.
اللي بيطعمي الطعام، بيوزع الخبز، بيطعمي اللحم، في شفاء لأمراضه، في إبراء لعلله، في إذهاب لسقمه، يعني في أسرار كتير عظيمة. ذلك ربنا قال في وصف سيدنا علي: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كان يمدحه هو والسيدة فاطمة، لأنه كل يوم يدق عليهم الباب يطعمون ما عندهم، مرة كان مسكين ومرة كان يتيم ومرة كان أسير. فكانت ويطعمون الطعام على حبه، فهذا أطعام الطعام شغلة كبيرة كتير. ناخذ اتصال. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا شيخي. إذا أسألك سؤال، أنا قبل صلي سنة وشوي وفي مليك مرتي صار من السنة ذهب بطلع عليه زكاة. هلا أنا بسأل قصدي لا أصم بدك يعني إنه هذا مليك يعني. بدك تعد لي السؤال لأنه الصوت عم يقطش شوي، بس عد لي السؤال مرة تانية لك الفضل. أنا بقول متجوز صار لي سنة وشوي وفي ذهب مليك مرتي هو. تمام. بطلع عليه شيء زكاة هذا المليك يعني مليك مرتي هذا اللي شاريه لأيام من سنة وشوي لما تجوزت، إلا ما بطلع عليه شيء. كم جرام هو؟ يعني بطلع له شيء 25-30 جرام. في غيره؟ في غيره ولا بس هو ما عنده غيره؟ ما في بس ما عنده غيره. خلص ما بيطلع عليها زكاة. بناخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف دكتورنا؟ اهلا وسهلا ومرحبا. دكتور بعد اذنك بدي اسالك سؤال. تفضل. دكتور انا من فيق من النوم بلاقي حالي وكانه انه نازل سائل مني، يعني هو ما سالت كم حدا بيقول لي هذا مو اسمه استحلام يعني، بس هل شيء هذا يفقد صيامنا وطهارتنا يعني؟ لا لا لا، صيامك صحيح بس اغتسل. صيامك صحيح انت للاحتياط، اغتسل هو دوش وخلص والصيام صحيح والله يتقبل. ايها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب الى فاصل ثم نعود لاتصالاتكم، فابقوا معنا. بك استجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك استجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. يا ربي إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب، ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني يا مولاي، دنياي غرتني وعفوك غرني. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو ألو
ألو، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أحكي مع الشيخ؟ أنا معك حبيبي، تفضل. أنا معك حبيبي، تفضل. سلامك، عندي هالمرة. ألو. ألو، تفضل. ألو. تفضل. عندي هالمرتي. نعم. أنا مرضي أخي بتكذب عليك كثير. بقول لها يا مرتي. بتلاقي لك ياها يعني ليك ما بعمل منيح والله كل شهر بكذب ما بحكي معك كلمه الا ما بكذب ما في يوم بروح على الشغل الا ما بكذب شو اسوي بالحاله هيك وبصوم وبصلي وكل شيء هلا الحل انه شو بتقول لك اعمل العكس طالما بتكذب كثير قلت لك ما ساويت معناتها ساويت قلت لك ساويت معناتها ما ساويت بدك تصبر طول بالك وتفهمها يعني دائما الصدق منجات والكذب مهلكة الصدق مثل عرضه للإنسان يعني هلأ بس واحد يطلع عليه صيت إنه كذاب شو ما حكى لا تسد وهذا واحد عم يكذب إذا حكى سيرة اثنين عادين هذا واحد كذاب اتركه إذن هو فقد مصداقيته كلمته ذهب محتواها لا قيمة لكلامه يعني الكذب بيسقط الإنسان من عيون البشر بدنا نفهم هالكلام وبدنا نصبر وبدنا ناخذ بيدها الى الصواب والله يصلحنا ويهدينا جميعا ناخذ اتصال الو 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 اهلا وسهلا الو 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 اهلا وسهلا تفضلي الو يعطيك العافيه سيدنا الشيخ الله يعافيك ميت اهلا وسهلا ممكن أسألك سؤالين يعني ايه تفضلي اول سؤال اول سؤال توفى والدي من اسبوع الله يرحمه يا رب ايه والدتي بتخسر كلاوي نعم والدتي بتخسر كلاوي ثلاث مرات في الجمعة الله يعافيها يا رب بطلع عليها عدة هلا العدة تلتزم بأحكامها بس بجوز تروح على الطبيب وبجوز تغسل وبجوز هذا لا ينقص من العدة ولا يؤثر فيها يعني أيام العدة بتبتدأ من يوم الوفاة راحت على الطبيب ورجعت هذا الأمر جائز ومباح والله يعافيها ويرفع عنا الضر السؤال الثاني لاني محل ما هي بتغسل في هناك ممرضين يعني معلش معلش ليس على المريض حرج الضرورات تبيح المحظورات طيب والندر ان ابني انا جبت ولد سميته محمد عشان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طيب وابوي ندر لي مولد وتوفى يعني ما عمل الندر لا ما عمل الندر خلص انت عملي المولد انت عملي المولد عن ابوكي والحمد لله لله رزقك الولد والله يرحم الوالد ويعافي الوالد بناخذ اتصال الو يعطيك العافية شيخي الله يعافيك يا لو سهلة لو سمحتي اسألك سؤالي تفضلي شيخي إذا الوحدة عم تشوف الطهارة المادة البيضاء وعم تشوف نقطة دم فيها وهي مو جاية الدورة لا من قبل ولا من بعد أي أول مرة ثاني مرة ضمن العشر أيام يعني رمضان لحد الآن ضمن العشر أيام هي اسمها دورة شهرية لا هي ما أجت لسه برمضان أبدا تمام هلأ هي بس تشوف هيك يعني يصير وقت الدورة تبعها معناتها ابتدأت معها عشرة أيام ناخد اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ممكن أسألك سؤالين تفضلي
هلا السؤال الاول انه بجوز صحي انه ننوي صلاة الفجر بالتراويح انه ننويهم قضاء وشو النية؟ تمام، يعني بدال ما تصلي التراويح تنوي قضاء مما عليك فجر، مو هيك؟ تمام. هذا مذهب الشافعية، لانه يجيزون اقتداء المفترض خلف المتنفل، يجيزون اقتداء المفترض خلف المتنفل، وعندهم قاعدة انه اللي عليه قضاء ما بيصلي النفل، فعليه انه الانسان هلا بده يقتدي بالتراويح هو عليه قضاء، بينوي قضاء ولا بينوي سنة؟ لا، بينوي قضاء اخر فجر مما عليه على مذهب الامام الشافعي. ناخذ اتصال. انا عندي زوجة فضلي. ابني تفضلي. زوجة ابني عندها اطفال صغيرة، اذا هي متوضية وغسلت لهم عورتهم صحيح بينتقد الوضوء؟ عند الشافعية بينتقد، وعند الحنفية ما بينتقد، فيها تقلد، يعني إذا شيء في ابتلاء بشكل يومي وكتير وعدة مرات فيها تقلد الحنفي ولا بأس، عند الشافعي بينتقد، عند الحنفي ما بينتقد. ناخذ اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ شلون الصحة؟ الحمد لله يا أهلا وسهلا. شيخي أسألك سؤال بالله. تفضل. الإبرة العضلية تفطر شيء؟ ما بتفطر. أيوة. وثاني سؤال، الأخ بالرضاعة هو الوحيد اللي يكون أخ لبقية إخوانه؟ يعني هو الوحيد رضع من أمك؟ الأخ بالرضاعة هو الوحيد الأخ لبقية إخوانه؟ يعني هو الوحيد رضع من أمك مو هيك؟ لا، زوجتي رضعت ابن اختي، هو الوحيد يكون اخ لهم ولا بقيت اخوانه؟ شوف حبيبنا، اللي رضع اللي رضع هو ابنها من الرضاع، اخواته ما رضعوا ما لهم اخوه من الرضاع. يعني مثلا اختك عندها 5 اولاد، ولد من اولاد اختك رضع من مرتك، هذا اللي رضع من مرتك هو ابنك وابنها بالرضاع، الاربعه البقيه ما لهم اخواتها ما لهم اولادها بالرضاع. بيقولوا تريك الرضعي وخد أخوه، يعني إذا هذا اللي رضع من زوجتك بده يتزوج بنتك بنقول له لا، أنت أخوها بالرضاع، لكن أخوه ما رضع بده يتزوج بنتك بيصير. وهو بيقول أخي أخذ أختي، هاي نكتة يعني بيحكوها سؤال فقهي، أنه بيقول أخي أخذ أختي، هو أخ بالرضاع عم يقول أخي أخوه الشقيق أخذ أختي بالرضاع، فجائز. ناخذ اتصال. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخي؟ أهلا وسهلا ومرحبا. شيخي بس بدي أسألك سؤال، أنا مدين واحد 450 ألف من 15 سنة. نعم. شلون بده يسدني اياهم هلا؟ يعني مصالحه وبتسددوا وبتقاربوا. ناخذ اتصال. الو اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يسلمك دكتور. تفضلي يا مرحبا. بدي اسالك. تفضلي عم بسمعك. بس بدي اسالك انه عن الكفاره اللي عم تقول عليها انه واحد يدفع كفاره انه 10 يطعمي 10 مساكين. نعم. يطعمي العشر مساكين مثلا 10 ولا معلش لواحد يعني دفعه العشرة؟ واحد على 10 ايام بيصير. معني بيصير يعني واحد مو دفعه واحده على 10 ايام. فهمت عليك، بس انه يعطي لشخص واحد معلش بيجوز على 10 أيام؟ إلنا بيجوز على 10 أيام. إيه. السؤال التالي. بس سؤال تاني ممكن؟ تفضلي. بس عندي رفيقتي نادرة نذر إنه مشان تدفع تتبع خروف. نعم. وهي ما في إمكانيتها نهائيا يعني ما معها. وهي ليش بالأساس يعني لا تنذر إذا كانت لا تستطيع أن توفي بالنذر؟ هلا هي صلوا تقريبا هذا النذر يمكن من 10 سنين 15 سنة ولحد الآن حيزت فيها وهي فعلا ما معها يعني. طيب الله هيك يوسع عليها وإن شاء الله بصير معها وبتدفع، ما صار معها بتكفر
لأنه النذر يمين بالطعم 10 مساكين، كل مسكين 1500 ليرة سورية، وبيكون وفاء لنذرة عند السادة الشافعية. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، مع هذا الاتصال الأخير أترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.